بشرى سارة من وزارة المالية ومناشدة عاجلة للمواطنين. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد مع تفاصيل الخبر. كشف الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية عن أنه سيتم صرف الرواتب لخمسة وثلاثين وزارة وهيئة يوم 20 يوليو لحرصهم على أن يستلم العاملين رواتبهم قبل عيد الأضحى المبارك. وأضاف إبراهيم خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامل ببرنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية MBC مصر أن المرتبات متواجدة لكل الوزارات المعلن عنها في اليوم المحدد ولا يوجد قلق من عدم التوافر. وناشد المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وأشار إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، وأيضا أشار أن الحكومة أصبحت تدفع بنظام المدفوعات الإلكترونية، منوها بأن تقديم رواتب العاملين يكلف الدولة في اليوم الواحد 6 مليون جنيه. وفي سياق منفصل، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من خلال القرار الذي يحمل رقم 143 لسنة 2020 والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. وبعد موافقة مجلس النواب عليه ونشرت الجريدة الرسمية يوم الخميس قرار الموافقة، يصبح نص القانون كالتالي: المادة الأولى المستحدثة، يستبدل مسمى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية بمسمى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 وفي أي قانون آخر. المادة الثانية، تستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة وزير الاقتصاد أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000، وتستبدل عبارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعبارة الهيئة العامة لسوق المال الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، كما تحذف عبارة وبالشركة لتكون شركة الإيداع والقيد المركزي من ذات المادة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى دعمنا بلايك. شكرا لكم على حسن المتابعة. بشرى سارة من وزارة المالية ومناشدة عاجلة للمواطنين. أهلا وسهلا.